مشاهدينا اهلا بيكم ويومكم جميل ان شاء الله، وحلقه جديده ومفتاح جديد من برنامج مفاتيح الحياه. هكون معاكم سيلفانا الحارس زي كل اسبوع من الساعه 12 من الساعه 12 ونص الظهر للساعه 1. ان هنتكلم النهارده انه يا ترى ايه سر نجاح العلاقه بين الرجل والمراه. يمكن انا بسال السؤال ده علشان بقى فيه فشل كبير جدا في العلاقات، وموضوع الطلاق انتشر بشكل غير مسبوق. ولما بنيجي نسأل في أي علاقة اتنين منفصلين ايه السبب، هو بيقول هي السبب وهي بتقول هو السبب، لكن السبب الحقيقي هي برمجة وعي كل واحد فيهم اللي بيخليه يشوف ويركز على قصور وعيوب اللي قدامه وما يشوفش قصوره وعيوبه. وهي دي مشكلة كبيرة، اللي هي نظام الشماعات. هتقولوا لي طب نظام الشماعات ده ان كل واحد بيعلق أخطائه على الآخر، ده قديم وموجود من زمان، بس ليه برضو حالات الطلاق زادت في الفترة الأخيرة؟ حالات الطلاق زادت في الفترة الأخيرة لاختلاف البرمجة. احنا زمان كانت البرمجة مختلفة عن البرمجة دلوقتي، برمجة المجتمع. زمان كانت البرمجة مقتصرة على الأهل والأصدقاء والمجتمع، العادات والتقاليد، حتى الفن كان انعكاس مباشر لعادات وتقاليد المجتمع، ما كانش بيقدم حاجة جديدة، هو بيعكس العادات والتقاليد والمجتمع اللي موجودة. فده كان بيبقى مبرمج موضوع الطلاق بشكل قاسي جدا، وكان كارثة. يعني ما ينفعش ان واحدة تبقى مطلقة، ما ينفعش ان انت يتقال عليكي مطلقه، لازم تستحملي، لازم الطرفين يستحملوا، او حتى طرف يضحي ويستحمل. وكان دايما بيبقى المراه، ان لو مهما حصل كان في كده حاله يتقال للمراه، لو مهما حصل كملي في حياتك، لو هتموتي بس هتبقيش مطلقه. دي كانت ثقافه المجتمع ساعتها، وده كان طبعا ما فيهوش توازن، وبينعكس بطريقه سلبيه على حياه الاسره وحياه الولاد كمان، ان هما كانوا لا لازم تكملي عشان ولادك، وكمان مش عشان ولادك. هي كانت البرمجه ساعتها لقب مطلقه، فده كان ما فيهوش توازن طبعا. لكن في السنوات الاخيره مع التقدم الكبير اللي حصل، البرمجه بقت ملهاش حدود، البرمجه بقت عالميه في العالم كله. واحنا قاعدين في مكاننا مطلعين على العالم كله، بنتبرمج بطريقه مباشره وبطريقه غير مباشره، من خلال السوشيال ميديا، من خلال الإعلام العالمي، من خلال الأفلام العالمية، من خلال البرامج، من خلال الكتب. ما بقاش في حدود، فبقت البرمجة ليها تأثير أكبر، لغاية ما وصلنا إن إحنا وكله بقى بينادي بالحريات، وإنه ما ينفعش إن إحنا أصلا نكمل في علاقة، الواحدة تكمل في علاقة مش مرتاحة فيها. برضو حصل لتطرف في الحرية، يعني حصل تطرف في طلب الحرية، فده برضو مش متوازن. يعني احنا بقى فيه برمجة غير مباشرة للمرأة، ان احنا لو عايزين نهدم ونهمش مجتمع، نهدم فكر المرأة او نبرمجها بطريقة غير مباشرة، او نخليها يحصل عندها التطرف في الحرية. وده اللي حصل فعلا، ان احنا وصلنا في الوقت الحاضر دلوقتي ومن سنين كمان، ان الواحدة ممكن ترفع قضية طلاق وخلع على جوزها لو بشخر. فطبعا يعني كان أو مثلا مر بضائقة مادية، أو مثلا كلها أسباب ما تستدعيش لده. زمان كان في قهر، ودلوقتي في تطرف في الحرية، وفي هدم غير مباشر للمجتمع من خلال هدم مبادئ المرأة وأفكارها. عشان المجتمع، المرأة مش نص المجتمع، المرأة كل المجتمع. فإحنا مهتمين جدا نوازن برمجتنا، ومحتاجين جدا يبقى عندنا وعي مستمر. فإحنا كده العلاقات ما بتبقاش متوازنة، مش عشان أساسا العلاقات ما بتتوازنش وإحنا مبرمجين. العلاقات بتتوازن وإحنا عندنا وعي، الوعي بيحقق التوازن في العلاقة. وهو ده موضوع حلقتنا النهاردة، التوازن في العلاقة، الوسطية، الاعتدال، اللي ديننا ذكروا في حاجات كتير جدا. ذكروا في الصرف اللي هي ما نخبطش ايدينا ولا نبسطها، ذكروا الاعتدال حتى في المشية، الاعتدال في التعامل. فمحتاجين ان احنا نتوازن في علاقتنا.
ازاي نبني علاقه متوازنه، وايه اول حاجه نعملها لما نيجي ندخل علاقه عشان تتوازن، هو ده اللي هنتكلم فيه بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا بنقول ان احنا هنرجع نقول ازاي نبني علاقة متوازنة. بنبني علاقة متوازنة بين الرجل والمرأة او في اي علاقة تانية في حياتنا، لما يكون الشخص متوازن، لما يكون متوازن داخليا. لما الشخص بيبقى متوازن داخليا بيقدر ان هو يتوازن مع الخارج، عشان علاقاتنا مع الخارج هي انعكاس للي جوانا. فاحنا بنبقى متزنين لما بنبتدي ان احنا نطور وعينا، ان على طول نراجع برمجتنا، نراقب افكارنا ومشاعرنا تجاه نفسنا وتجاه الاخرين، علشان دايما نوازنها. عشان هو اساسا ما فيش توازن مطلق في الحياه، احنا كبشر وككون كله في حاله تغير مستمر، فاحنا محتاجين ان احنا دايما نراقب نفسنا ونطور وعينا. يعني مثلا لو زوجه بتحب جوزها بشكل جنوني، يعني اللي هو التعلق اللي هي ما اقدرش اعيش من غيره، اموت من غيره، خايفه، اللي مشاعر خوف، مشاعر رعب، هي اتبرمجت على ان الحب، او شافته في مامتها، شافته في العلاقات اللي حواليها، ان الحب هو تعلق. طيب هي ايه الناتج ده في العلاقه؟ الناتج ان هي مش متوازنه داخليا، الحب معناه عندها متطرف ان هو تعلق، فبترجع بينعكس على علاقتها مع شريكها ان هو بيبقى مش مبسوط، بيبقى مخنوق، بيبقى في مشاعر سلبيه. في النقطه دي عشان الشخص او عشان هي في المثال ده تبقى متوازنه، محتاجه ان هي تسال نفسها، هو انا ليه بشعر المشاعر السلبيه دي؟ هو انا ايه معنى الحب بالنسبه لي؟ هو انا كده صح؟ هو انا البرمجه اللي كنت بشوفها في مامتي او في العلاقات اللي حواليا، انا صح ان انا واخداها كده؟ السؤال بيفجر كل الاجوبه، ومجرد ما بنلاقي الاجوبه بنغير التفكير وبتتغير المشاعر وبتتغير برمجتنا وبيحصل اتزان. يعني هي لو سالت نفسها ده ووصلت ان هي غيرت مشاعرها وغيرت افكارها ووصلت لمعنى الحب بشكله الحقيقي، ان هو بيبقى لا مشروط، ان هو بيبقى معتدل، العلاقه هتتوازن، الزوج هيرتاح، مشاعر السلبية هتروح، مشاعر الخوف منها هتروح. مهم جدا، يعني كان ديكارت بيقول مش مهم ومش كفاية ان احنا عندنا عقل جيد، المهم نستعمله ازاي. يعني ربنا ادينا عقل جيد وخارق، بس المهم احنا بقى احنا نعمل بيه ايه. احنا مخيرين، نقدر نستعمله في الايجابي وبالسلبي، نقدر نمشي مسيرين على برمجة اللي قبلنا، وينفع ان احنا برضو على طول نطور فكرنا، على طول نراجع البرمجة هي صح ولا غلط. يعني احنا لو كل الناس مشيت على البرمجة المجتمع او الاسرة او الحياة اللي احنا فيها، هنكتشف الصح ازاي؟ يعني ازاي هنكتشف، قصدي هنكتشف الغلط ازاي؟ اذا انا عادة اقول صح، كل ده صح صح، هنعرف الغلط ازاي؟ هنتطور ازاي؟ احنا بنتطور لما بنكتشف الغلط، بنتطور لما وعينا بيزيد، ونطور حتى الصح. فاحنا محتاجين دايما نستخدم عقلنا صح. وعشان نبقى انسان متزن، مهم قوي ان انا اتعامل مع اخطائي زي ما بتعامل مع اخطاء غيري. يعني ما يبقاش فيه تحيز، لازم اخرج بره خالص واشوف نفسي من بره، لازم اشوف اخطائي ايه هي واتعامل معاها، واشوف اخطاء غيري ايه هي واتعامل معاها. هيك كده هيبقى مفيش احكام، كده هيبقى في موضوعيه في الموضوع، هنقدر ان احنا نتعامل بشفافيه ونستحمل بعض. لما بنشوف عيوبنا بنستحمل عيوب اللي حوالينا. فمهم جدا عشان تبقى متزن داخليا ويبقى عندك سلام داخلي، ده بينعكس لما تحقق التوازن الداخلي والسلام الداخلي، ده بينعكس على حياتك وعلى كل العلاقات اللي حواليك، سواء بقى الشريك او المجتمع
أو كل حياتك كلها وعلاقاتها. عندنا تاني نقطة، إيه اللي إحنا المفروض نعمله لما نيجي نبدأ أي علاقة؟ علاقة زواج، نتكلم مع بين العلاقة بين رجل والمرأة وعلاقة زواج، اتنين داخلين على علاقة زواج، إيه اللي ممكن نعمله في الأول يظبط العلاقة يخليها متوازنة؟ أقوى حاجة نعملها وإحنا داخلين علاقة هي النية. النية طاقتها كبيرة وتأثيرها كبير جدا. لازم نحدد النية من العلاقة والهدف يكون واضح من العلاقة، علشان وعلى حسب نواياكم ترزقون. فمهم جدا إن إحنا مثلا لما داخلين علاقة، اتنين داخلين علاقة، لو حطوا نية طيبة ونية الاستمرار ونية إن هم يطوروا بعض وإن هم ينجحوا مع بعض وإن هم يطوروا حتى وعيهم وإن هم يبنوا أسرة، فده هيعود عليهم. لما النية تبقى كده هيبقى الهدف واضح، إن أنا هدفي من العلاقة أبني مستقبل أفضل، أطور نفسي، يبقى عندي أسرة، يبقى عندي ولاد أربيهم كويس. الهدف هنا بقى واضح، لما بيوضح الهدف بيوزن العلاقة. إن إحنا لما بيحصل مشاكل، لما بيحصل الملل الزوجي أو بيحصل الزهق، بنبقى محتاجين بس لما حاطين نية واضحة وسليمة وهدف واضح إن إحنا بس نجدد نيتنا وكمان نكمل تحقيق الهدف، نفتكر الهدف ونكمله، فده بيوزن العلاقة. أحب هنا برضو أتكلم على نقطة الوضوح. الوضوح في الهدف مهم جدا، لما بنبدأ حياتنا بوضوح بنكملها بوضوح. الوضوح ده على فكرة سر من أسرار التوازن في العلاقة بجد، يعني ليه يعني أثر السحر على علاقتنا. لما نبقى واضحين زي ما قلت في هدفنا من العلاقة، نبقى كمان واضحين في احتياجاتنا، يعني كل واحد يحدد ويبقى واضح هو احتياجاته ايه من العلاقة، وكمان الطرف التاني يبقى واضح ان هو يقول هيعرف يلبي الاحتياج ده ولا لا. هنا بيبقى فيه وضوح وبيبقى فيه توازن في العلاقة كبير جدا. فالنقطة دي مهمة جدا، النية لما بتبقى طيبة. طب النية بقى على فكرة زي ما النية بتوازن العلاقة، النية ممكن تعمل عدم توازن وتفشل العلاقة. ازاي؟ في ناس بتدخل العلاقة بنوايا مش واضحة، نوايا هشة، نوايا ما بتخليش الهدف واضح. زي انه حد مثلا داخلين واحدة او واحد داخلين العلاقة ان هو اللي قدامه بيبحث عن الكمال والمثالية في اللي قدامه، ان هو مش هيزعله. فده طبعا يعني ده مش وارد، مجرد ما بيدخل يتصدم في الحياة بتفشل علاقة. حد داخل برضو نيته ان هو اللي قدامه يتحمله لو مهما عمل، ولو ما تحملوش يبقى مش بيحبه. فطبعا يعني اصل العلاقة مش تعذيب، يعني ايه انا ادخل بنية ان حد يتحملني مهما عملت؟ ما ينفعش، لازم يبقى فيه توازن. ولا اللي بيدخلوا بنية اللي هو داخلين يحققوا كل احلامهم، العلاقة دي هتحقق لي كل احلامي، العلاقة دي هتخليني سعيد، السعادة اللي انا بحلم بيها. سقف توقعات مش منطقي، يعني بنوصل لسقف توقعات عالي بيوقعنا، ان ده مش منطقي ابدا ان حد يدخل العلاقة عشان حد يسعده ولا عشان حد ينجحه ولا عشان حد يحقق له. هو مش المصباح السحري، العلاقة مش جايبين مصباح سحري وقاعدين بنطلع المارد، لا، كل واحد هو قادر ان هو يحقق ده لنفسه. يعني احنا مثلا، ومهم جدا كمان ندخل علاقة بنية الرضا، الرضا الكامل عن مميزات وعيوب اللي قدامي. طب انا لو مش نية التغيير، نية التغيير دي بتلوث النية اصلا. انا لو عايز اغير اللي قدامي انا اخترته ليه من الاول؟ فهو محتاجين جدا ان احنا نبقى كمان في نية رضا وتقبل وعدم نية التغيير. دي مهمة جدا النقطة دي، النوايا مهمة جدا في حياتنا كلها، وخصوصا في علاقتنا، وخصوصا في علاقة الجواز. ان احنا النية بتوازن العلاقة، فأهم حاجة ان احنا لما نيجي ندخل علاقة نحسن في نيتنا. هنطلع دلوقتي فاصل ونرجع نكمل موضوعنا.
الإنسان اللي بيعاني في علاقة ومستمر في معاناته ما يرميش السبب ويخلي الطرف الآخر في العلاقة هو الشماعة، بيبقى المشكلة جواه، بيبقى في حاجة مش متوازنة جواه، عشان اللي جوانا هو اللي بيظبط اللي برانا. لما بنبقى متوازنين داخليا بينعكس ده على علاقتنا، فمحتاجين في الموقف ده لما يبقى فيه معاناة نسأل نفسنا ايه سبب المعاناة، احنا بنعاني ليه في العلاقة دي، انا بعاني ليه، ابعد اجنب الشخص التاني. يعني لو شخص مثلا متبرمج ان هو ما ينفعش يفشل في علاقة، الشخص ده بيفضل لما يبقى في علاقة يتنازل ويتفانى ويجي على نفسه عشان العلاقة ما تفشلش، ويفضل عايش في المعاناة ويفضل بمشاعر سلبية. لكن لو سأل نفسه بمنطقية اللي هي مراجعة برمجتنا، هو أنا ليه بعمل كده؟ السؤال بيجيب الإجابة، هيلاقي إنه مفيش منطق، ما عادي لما أفشل، اللي فشل وحصل إيه؟ مفيش نجاح من غير فشل. هيغير فكرته، هتتغير مشاعره، هيتخلص من المعاناة، ده لو واعي. لكن لو مش واعي هيكمل حياته بمعاناته وببرمجته. مهم جدا إن إحنا نعيش العلاقة الزوجية على المودة والرحمة زي ما ربنا قال، عشان الرحمة أعمق من الحب، وربنا ذكرها الرحمة أعمق من الحب. فمحتاجين إن إحنا نفعل الرحمة دي بحياتنا، وأهم حاجة في الرحمة إن إحنا نكون نستحمل بعض، إن إحنا مش داخلين نتحارب ونتصارع ونطلعك غلط وأقارن وأقول لك وأدي ملاحظاتي عليك، لأ، ندخل إن إحنا نستحمل بعض. الشخص لو حصل انفعال هو إنسان كويس أستحمله، علشان ده اسمها تضحية راقية، بيبقى ما فيهاش تعذيب، بيبقى فيها مشاعر رقي، إن أنا بشيل وأستحمل ونستحمل بعض، ده مهم جدا. فيا رب كلنا تبني علاقاتنا على المودة والرحمة وكمان الحياء. الحياء مهم جدا إن إحنا نتعامل فيه بعلاقاتنا، هو شعبة من شعب الدين كمان، وكمان بيقولوا لا إن لم تستحي فافعل ما تشاء. هنكمل موضوعنا في توازن في العلاقات في الحلقة الجاية، عشان ملف كبير جدا وفيه لسه كلام كتير هنقوله. سلام.